طبعاً أنا الأرنب الأسطوري، أنا اسمي أرنب حمدون، إيه اسمي حمدون، حمدون، اللي ما يعرف من وين جاي اسم كلمة حمدون، طبعاً أنا أبي كان اسمه حميد، وأني صار اسمي حمدون، إيه طبعاً هذا هو البيت مالتني مثل ما جاي تشوفون، هذا هو البيت مالتني أو المكان اللي نعيش به، طبعاً بالجحر يعني كله جو الأرض، هذا كل بيتنا إن شاء الله، طبعاً أنا حمدون إن شاء الله صاير صوتي مثل أبوي، طبعاً أبوي حميد كان صوته مثل كذا بالضبط، طبعاً أبوي هو كائن بشري يعني، بس أنا جابني يعني أخذني من ضيعة شخص اسمه محمد، يعني هذا الشخص أعطاني الأبوي اللي اسمه حميد واني صار اسمي حمدون، أوكي؟ فماكو مشكلة، أنا اليوم الصراحة كلش متحمس حتى أكتشف هاي المدينة وأشوف شنو موجود داخل هاي المدينة، أوه ماي جاد، طبعاً أنا لازم هسه أشوف لي شنو؟ أشوف لي جزر، أي جزر، لأن الصراحة تعرفون الأرنوبة أو الأرانب بكل اختصار كلهن يحبون الجزر، فيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا رب ألاقي لي جزر، أوكي حمدون إن شاء الله راح يلاقي جزر، حمدون دون 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 دون، أوكي لازم ندور لنا على جزر، يا رب نلاقينا جزر بأي طريقة كانت، أوكي خلي ندور بكل مكان، بلكي تلاقينا جزر، يجوز نلاقينا جزر. طيب هنا أنا موجودين اعتقد هنا أنا مزرعة، مزرعة كلش اسطورية هنا والله خرافية، بس ما ادري الصراحة من مخربة هاي المزرعة، طيب اكو هنا صناديق، شنو داخلين؟ دايموند ماريد فاضي ماريد بطاطا شباب، انا ما احب البطاطا، انا احب بس الجزر، لا بس موجودة بس بطاطا هنا، شلون ورطة هاي؟ طيب اكو هذا البيت ما اعرف الصراحة من موجود بي، فاحنا هسه خلي نروح نكتشف ونشوف شنو داخله، اوكي يلا ليتس جو يا رب نلاقي فيه شخص راح يساعدنا، يلا خلي ندق الباب هسه اول مرة، هاي سلام عليكم، هاي خالي افتح لي الباب، اني حمدون الارنوب افتح لي الباب، يلا تفضل خالي ادخل تفضل، او شكرا لك ليتس جو، هاي شنو؟ هذا منو؟ هاي شنو؟ أرنوب يحكي؟ هاي شلون أرنوب يحكي؟ يا أخي شلون؟ أنا أرنوب اسمي حمدون أحكي يعني؟ والله العظيم أول مرة أشوف لي أرنوب يحكي، والله تظاهر بك أنت كلش أسطوري يا أخي، واو. طيب عمو الصراحة أنا جيتك لهنا حتى أطلب من عندك المساعدة، طبعا أنا حمدون اسمي حمدون مثل ما تعرف، وأنا الصراحة جيت هنا حتى تساعدني. طيب بشنو تريدني أساعدك؟ بس قلي أنت. والله الصراحة أنا أريد أدور على أبوي حميد، والصراحة ما جاي ألاقيه. يعني أنت تريد تدور على أبوك حميد مو؟ إي والله الصراحة أريد أدور عليه ما لقيته، صار لي تقريبا شهر أو شهرين أدور عليه وما جاي ألاقيه، والله العظيم ما أدري شنو لازم أسوي. أنا الأرنوبة كلش مسكين أنا. خلاص راح اساعدك، بس قبل كل شيء حتى انت تقدر تلاقي ابوك لازم اول مره تتحول الى ارنب دايموند. شنو ارنب دايموند؟ واو شلون اقدر اني ياسر اتحول الى ارنب دايموند؟ يعني ارنب دايموند كلش غالي وكلش نادر عمو، والله العظيم كلش غالي وكلش نادر، لهيك بهاي المناسبة حتى انت تقدر تعرف مكان ابوك لازم اول مرة تتحول الى شنو؟ الى ارنب دايموند اسطوري. اوكي خلاص قبلت، انا اريد اتحول الى ارنب دايموند، ارجوك حولني الى ارنب دايموند. شنو حولك؟ مو بهاي البساطة يا اخي، لازم انت هسه اول مرة تجيب لي كم شغلة حتى انا اقدر احولك الى ارنب دايموندي، لعبالك شغلة بسيطة انت. اوكي خلاص عمو شنو تريدني اني اسوي لك؟ طبعا بما انه انت ارنب يعني ما اقدر انطيك هواي مهمات صعبة، فرح انطيك هسه مهمة كلش بسيطة، اوكي؟ طيب خلاص بس قلي شنو هاي المهمة البسيطة؟ المهمة البسيطة هي بكل اختصار اريدك تروح للمزرعة وتجيب لي 21 حبة خبز، اوكي؟ خلاص بسيطة الشغلة، طبعا اني يم بيتي اعتقد كان اكو واحد عنده مزرعة، فماكو مشكلة احنا هسه خلي نروح لأول مرة ونروح نسرق من عنده كل شو اسمه الويتايات، يلا نحصل لنا 21 خبزاية، بس انا الصراحة ودي جزر ما موجود جزر، انا كلش احبه الجزر بس ما موجود، بس شلون ورطة هاي؟ اوكي الحمد لله وشكرا على كل حال، اي مثل ما جاي تشوفون هاي المزرعة موجودة هنا، خلاص ما راح نسرق احنا، بس راح نزرع وبالتالي
وشنو بعدين ورا ما نزرع احنا ان شاء الله يا شباب بنات ورا ما نزرع ورا ما نحصد راح نزرع اوكي، حتى ما يقولون الناس علي انه اني سارق، لان مثل ما جاي تشوفون اني حمدون، مستحيل اسرق حمدون، ما يسرق حمدون، هذه هاي عاده، هاي عاده ما يسووها، ما يسووها كل الناس هاي العاده مال السرق، انا ما اسرق مستحيل. اوكي جمعنا كميه كلش رهيبه ما شو اسمه مال ويتايات، اوكي كلش تمام. هسه لما جمعنا كميه كلش اسطوريه مال ويتايات هسه خلي نزرع، اوكي نزرع بهاي الطريقه مثل ما جاي تشوفون. طبعا اني دائما احب القفز، واو واو اقفز اقفز، والله كلش رهيب القفز، يعني بس الارانب هم اللي يقدرون يقفزون مثلي، يعني البشر ما يقدرون يقفزون هواي، لان مثل ما تعرفون يتعبون من يبقون يقمزون كلش مثلي اني، بس الارنوبه او الارانب بصفة عامة كلهم يقمزون مثلي، يبقون يقمزون زي كذا، او ماي جاد، لان انا الصراحة احب حياتي كلش هواي، لان حياة الارانب مو مثل حياة البشر، حياة البشر يبي لنا يسوون هواي شغلات، احنا بس المهمة مالتنا انه احنا ندور لنا جزر، يعني البشر لازم يتجوزون ويسوون اسرة وعيال وما ادري شنو، يعني احنا حياتنا كلش بسيطة بس اكل ونوم، والله كلش اسطورية اوكي، فماكو مشكلة احنا كملنا زرعنا كل شيء، وهسه يا شباب ويا بنات يحتاج لنا هسه شنو؟ كرافتنج تيبل اوكي؟ لازم احنا نروح هسه ننام، لازم نرجع للجحر مالتنا، صارت الدنيا ليل. اوكي الجحر مالتني من هذا الاتجاه، يلا شباب يلا يلا وصلنا للجحر مالتني لازم احنا ننام به، اوكي وصلنا للبيت مالتني، او ماي جاد شوفوا احلى الجحر مالتني، يلا هسه احنا خلينا نروح ننام بالفراش مالتنا احسن لنا، يلا تصبحون على تريليون خير. اوكي اي صباح الخير، طبعا اني حمدون صار اليوم جديد، والله الحمد لله وشكر. طبعا عندنا هنا هاي شجره مقلوبه، والله الصراحه ما ادري ليش هاي الشجره مقلوبه بس ماكو مشكله، بما ان هاي الشجره مقلوبه يعني نقدر نفلش يا شباب، يعني نقدر ناخذ كل الخشبايات اللي موجودين هنا احنا نقدر ناخذن اوكي، فماكو مشكله خلينا نكسر لنا بس هاي الخشبايه، اوكي كسرناها. ليش يا شباب؟ حتى احنا نسوينا كرافتنج تيبل، ليش الكرافتنج تيبل نسويه؟ حتى نسوينا خبز اوكي، خلينا الكرافتنج تيبل بهذا المكان كلش مناسب، نقول 21 حبه وبالتالي صار عندنا 21 حبه، طبعا عندنا باقي شوي ويتايات زياده، فاني راح اكمل افلش لي هاي الشجره واسوي صندوق حتى اخلي لي بيها هذول باقي الشغلات مالتنا، لان يجوز احنا راح نحتاج لهم كلش هواي. اوكي هسه احنا سوينا يعني جبنا حبتين خشب، نرجع للكرافتنج تيبل الاسطوري، نفتح الكرافتنج تيبل نحلل لنا هذول الخشبايات ونسوي لنا شنو؟ ونسوي لنا هسه صندوق اسطوري، والصندوق راح يكون مكانه بهذا الاتجاه، حلو هسه نقدر اخلينا كل الشغلات مالتنا بهذا الصندوق. اوكي طيب هسه خلي احنا نروح لوين؟ نرجع لذاك الشخص ونرجع ننطيه هذول ال21 حبه خبزايه، وبالتالي راح يحولنا الى شنو؟ الى ارانب، يعني اصير حمدون من الدايموند، واو والله العظيم فدي شيء من اروع ما يكون. يلا هسه خلي ارجع له مره ثانيه، طبعا هو ما ادري اعتقد مو من هذا الاتجاه، لازم ابقى ادور عليه شويتين، ماكو مشكله، طبعا اني ارنوبه كلش اسطوريه. طيب هسه خلي اروح كل اللي قدام حتى الاقي ان شاء الله، اوكي؟ ما ادري الصراحه، والله انا كلش نسيت المكان مالته وين، بس خلي ندور بكل مكان، يمين يسار شمال جنوب، وبالتالي حتى نلاقيه، اوكي؟ اعتقد من هذا الاتجاه هو شباب، يمكن يجوز من هذا الاتجاه، اوكي؟ خلي نروح ويا بعض ماكو مشكلة، بهذا المكان، لا ما موجود ولا شيء، اوه ماي جاد شوف شنو موجود، اكو العاب مال اطفال، اكو بئر هنا، اكو بيت مال دايموند، والله اكو هواية شغلات، شنو هاي؟ شنو هاي الحفر؟ حفرة الدايموند وحفرة الإميرالد الأسطورية، واو! اوكي ماكو مشكلة، هسه اعتقد من هذا الاتجاه، افتكر من هذا الاتجاه شباب، قربنا نوصل من هنا اوكي؟ فيلا هسه احنا قربنا نوصل ما باقي شيء، وبالتالي نرجع لصديقنا ذاك وان شاء الله راح يساعدنا، وان شاء الله راح يحولنا مثل ما جاي تشوفون هذا والبيت شباب، صديقنا جاي ينتظرنا، طبعا مثل ما قلت لكم اني اسمي حمدون الاسطوري، وان شاء الله اليوم راح اتحول الى حمدون الدايموند الاسطوري، وراح اصير كلش غني، وان شاء الله هذا الشخص راح يساعدنا حتى احنا نلاقي ابوي حميد، اوكي؟ يلا ليتس جو، رجعنا وصلنا وجبنا لها الخبز، اي سلام عليكم صديقي. اهلا وسهلا، يلا جبت لك خبزايات؟ اي جبت لك اياهين. يلا عطني اياهم، يلا. اوكي
يلا تفضل تفضل، هاي 21 حبة خبزة هاي. اوكي يلا تفضل تفضل. اوه حلو حلو حلو. طيب هسه بما ان انت جبت لي الخبزايات، اريدك هسه تفتح الصندوق واريدك تاخذ كل شيء موجود بالصندوق. اوكي خلاص ماكو مشكلة، راح افتح الصندوق. اوه حلو، جامبوست والله اسطوري اسطوري. طيب هذا شنو لازم اسوي بيه؟ شمر على نفسك يا اخي، بس ابتعد علي شوي حتى لا تجيبيها التعويذه. ايه حتى ما اريد صراحه اصير دايمو داني. خلاص ماكو مشكله، يلا شباب وبنات راح نشمر هاي التعويذه الاسطوريه علينا ونشوف شنو راح يصير. يلا 3 2 1 وي. هاي شنو؟ كل شيء ما صار. انت بس شوف نفسك شلون صرت اول مره، بس شوف نفسك دقيقه خلي اشوف نفسي. واصلا قمزه مالتي صارت كلش حلوه، بس خلي اشوف نفسي هسه دقيقه. حمدون صار ارنوبه دايمونديه، واو شوفوا ما احلى شكلي، والله كلش رهيب حمدون الدايموند الاسطوري. اي اي اي، واذا همينه تريد انت تصير حقيقي ارجع لي. اوكي شنو حقيقي؟ والله ما اعرف، هذا عمو دا يقول لنا اذا احنا يعني اذا احنا نريد نصير يعني ارنب حقيقي نرجع له. والله الصراحه ودي يعني شباب ودي 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 الصراحه اصير ارنوبه حقيقيه، بس شلون؟ والله ما تجي على العقل. هاي شنو هاي؟ والله ما ادري شباب. اوكي خلي استمتع بنفسي شوي، لان الصراحه اني صرت ارنوبه من الدايموند. اي يعني ما اقول ارنوبه، يعني هسه اذا يشوفني ابوي، اوه اكو احتماليه ابوي ما راح يعرفني، يعني اني ابوي حمايد يعرفني حمدون، يعني الارنب الطبيعي البسيط اللي جابني من مزرعه اخوه محمد، يعني شلون اذا راح يلاقيني شو اسمه زي كذا دايموند، يعني ما راح يعرفني وراح يطردني او راح يذبحني وراح يسويني يعني مرق دجاج، اقصد مرق ارنوب حمدون. اوكي والله ما ادري، الله يستر. فلازم ارجع لهذا الشخص اقول له اني اريد الصراحه اصير ارنوبه حقيقيه، حتى شنو؟ حتى من اني اصير حقيقي على الاقل يشوفني يعجبني، على الاقل ما يذبحني ما يسويني شوربه دجاج، اقصد شوربه حمدون. السلام عليكم عمو. ها شنو رجعت لي مره ثانيه؟ ايش بيك؟ والله الصراحه اني قررت انه اريدك تحولني الى شنو، مثل ما حولتني الى ارنوب دايمود او حمدون دايموندي، اريدك تحولني الى ارنوب دايموندي، بس اريد اكون حقيقي. اي حقيقي حقيقي، ما اريد يكون زي كذا ماينكرافت، يعني اريد اكون حقيقي. تبشر ابشر يا خالي ابشر، اقدر اساعدك، بس قبل كل شيء لازم اكيد مقابل اكيد. طيب خلاص قل لي شنو هذا المقابل؟ المقابل هو بكل اختصار اريد هسه هذا المقطع يوصل الى 20,000 لايك. شنو 20,000 لايك؟ كلش كلش هواي على حمدون 20,000 لايك، ما يقدر يسويها. شنو ما يقدر يسويها؟ خلاص اذا ما ما ما, ما, ما تقدر تسويها هاي 20,000 لايك، ما راح احولك الى ارنوب حقيقي. يلا مع السلامه، انقلع يلا. لا شباب اني حمدون، هذا الشخص الجميل ما راح يحولنا الى ارنوب حقيقي، يعني ترضونا هيجي؟ اني حمدون شوفوا الشكل مالتي، شوفوا ما احلاني، يعني ترضونا اني ما اتحول الى ارنوب حقيقي؟ ارجوكم ارجوكم كلكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى هذا الشخص يساعدنا، ارجوكم ساعدوني حتى هذا الشخص يساعدنا، هذا الشخص الجميل. اوكي يلا هسه خلي ارجع لاقول له خلاص راح اقدر. اوكي خلاص عمو خلاص راح احاول اني اوصل يوصل هذا المقطع الى 20,000 لايك. شباب كلكم ضغطوا لايك شباب، اوكي كلكم ضغطوا لايك خلاص، واريد همينا كل المتابعين يشتركوا بالقناة ويفعلوا جرس الاشعارات. خلاص شباب همينا كلكم سوون هذول الشغلتين البسيطة. اوكي طيب هسه بس قولي شنو تريد من عندي انت؟ شنو تريد شنو تريد؟ طبعا اللي اريده اني بكل اختصار الشغلة كلش بسيطة كالعادة، تفتح هذا الصندوق واريدك شنو تسوي لي؟ اريدك تسوي لي تصميم. اوكي شنو هذا التصميم؟ شنو 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 شلون يعني تريدني اسوي لك تصميم؟ طبعا حتى انت تتحول الى يعني شلون اقول لك الى ارنوب حقيقي لازم تثبت لي انه انت تستحق هذا الشيء. ايه طيب شنو شنو المطلوب؟ شنو المطلوب؟ انا بكل اختصار اللي اريدك تسويه هو انك تفتح هذا الصندوق وتسوي لي تصميم، اي تصميم يخطر على بالك، بيت، مسبح، زحليقه، اي شيء اي شيء. اوكي وبهاي المناسبه انا بهذا الصندوق راح تلاقي بيه استاك، شنو؟ راح تلاقي بيه ان شاء الله استاك جزر. الله حصلنا استاك جزر، شكرا لك عمو، هاي بوسه هاي بوسه بعد هاي بوسه. خلاص كافي كافي يا الزلم كافي، خلاص يلا افتح واخذ الموارد وروح اشتغل. يلا بيدك 5 دقائق اريدك تخلص كل شيء. اوكي خلاص يلا 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 شباب، هسه خلي احنا شنو نفتح لنا هذا الصندوق. اوكي يلا 3 2 1
واو دايموند ذهب إميرالد بيكاكس جولدن جزر حتى مو جزر عادي وبيكاكس وشفل. شكرا لك عمو. خلاص يلا بس لا تتأخر اوكي يلا روح على السريع على السريع. ما عليك ما عليك ما اتأخر يلا اني حمدون شباب حصلت لي هواي شغلات يلا 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 هسه لازم اثبت لهذا الشخص الجميل انه اني شنو انه اني قد هاي المسؤوليه اوكي راح اجيب هذا الاميرالد اوكي هسه اقول لكم شو راح يصير التصميم راح تصير حبه بالنص او اقول لكم شنو اربع حبات بالنص وبعدين اميرالد وبعدين ست حبات اقصد اكثر من ست حبات هذول ست حبات او عشر حبات هيك شباب اوكي ان شاء الله راح يكون التصميم من اروع ما يكون اوكي هسه مثل ما جاي تشوفون هسه يكون ذهب والله ان شاء الله هذا التصميم راح يعجب هذا الشخص الجميل وان شاء الله ان شاء الله راح يحولني الى ارنوب حقيقي اي مو ارنوب دايموندي اوكي هسه خلصنا هسه بالنص اميرالد هنا انا دايموند وهنا انا ذهب هو صارت الدنيا ليل انا مالي نفس ارجع للبيت مالتي وانام لازم ادور لي على سرير هسه باي طريقه يا رب يا رب الاقي لي سرير بهذا المكان لا ما موجود سرير بس شلون راح انام اني شلون راح انام يا شباب يا بنات لازم اروح ادور لي على بيت باي طريقه او ماي جاد هذول السلايم راح يجون يهجمون علي شافوني شافوني شباب شافوني لازم ننام لازم ننام اياكو سرير الحمد لله وشكر هاي ليش ما نقدر ننام ليش ما نقدر ننام اوكي خلينا نسد على نفسنا هذه اوكي اوكي خلينا ننام هاي دقيقة لنا ما نقدر ننام إيه هسه نقدر ننام الحمد لله وشكرا على كل حال أوكي يلا تصبحون على خير ماكو مشكلة أوكي يلا هسه إحنا شباب بنات خلي نفتح لنا هذولا مثل ما سديناهن نفتحين ونطلع من هذا المكان الجميل أوكي بس لازم ننتبه شباب لا نوقع هنا ونجيب العيد لا نوقع شباب نهاية العالم وخلاص رحنا بيها طيب لازم إحنا نكمل باقي التصميم بهذا المكان وإن شاء الله راح يعجب هذا الشخص وبالتالي شنو بالتالي بالتالي يا شباب يا بنات ينطينا أو يحولنا إلى أرنوب أو الدايموند أوكي هسه هذا كله راح نحيد دائرة مدائرة إميرالد بهاي الطريقة وإن شاء الله يكون الشكل كلش كلش جميل أوكي 1 2 3 4 5 وإننا 6 7 8 9 10 11 12 أوكي طيب هسه شنو نجيب نجيب الإميرالد أوكي كلش تا واحدة 2 3 4 أوكي أربع حبات شباب نصادنا أربع حبات ماكو مشكلة أو ما نقدر أعتقد أكثر إشي أربع حبات أوكي أي عادي عادي أربع حبات يفيدن كلش تمام أوكي فهذول كل لازم صعدهم أربع حبات بهاي الطريقة مثل ما جاي تشوفون أوكي كلش تمام نبقى نبني هيجي لين يا شباب ويا بنات ما شنو يصير عندنا يصير عندنا أفضل وأحسن تصميم بالتاريخ أوكي هسه لازم نكمل بهاي الطريقة لازم صعدن كلن أربع بلوكات مثل ما جاي تشوفون حتى يكون التصميم كلش كلش روعة أوكي هذا كلن خلي نجيبن هيج أوكي كلش تمام أو ماي جاد الصراحة أني أرنوبة ما أعرف أخلي هواي البلوكات يعني بالمكان الصحيح يعني مرة أجيب العيد مثل ما جاي تشوفون جاي نجيب العيد يعني خلينا بلوكات أماكن مو مناسبة إلهن يعني فعادي طبيعي هذا شيء طبيعي يعني يحدث ويا كل الأرانب فماكو مشكلة قربنا خلص ما باقي شيء تقريبا أوكي أربع حبات هنا حلو 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 قربنا خلص قربنا خلص ما باقي شيء أوكي أني أرنوبة حمدونة يا حمدونة حمدون حمدون يا حمدونة ماكو هيك حمدون أوكي أوكي خلاص نكمل نخلي هذا كله بهاي الطريقة الإميرالد الزين كلش تمام ورا ما خلينا الإميرالد هسه نجيب وخلي الذهب أي ذهب بهاي البساطة يكون الذهب هيجي كلش تمام هذا كله انترسى ذهب داير مداير الإميرالد كله راح يكون ذهب إن شاء الله أوكي وإن شاء الله شباب قررنا إحنا نخلص هذا التصميم يلا شنو هسه ورا شنو ورا الذهب شنو أكيد الدايموند أوكي أكيد الدايموند وبعدين شنو نرجع مرة ثانية للإميرالد أوكي فخلاص قررنا نخلص ما باقي شيء بس لازم ما ننتحر ما لازم نوقع يعني مثل ما جاي تشوفون يا شباب قلوبنا كلش قليلة إذا شك وقع راح نوقع راح نموت أوكي هاي ليش ما كسرت البلوكة إيه هسه صارت أوكي كلش تمام هسه قررنا نخلص كل شيء بس باقي إنه إحنا نفلش إن هذا الشيء جميل أوكي الله يستر الله يستر الله حسبالي راح أموت أوكي هذا كله راح ينكسر بهاي الطريقة وبالتالي يصير عندنا مكان ندخل فيه اوكي شوف الشكل من جوا اوه والله رهيب اوكي نسوينا شوي شبابيك من نانا او نوافذ بالتالي يكون البيت شكله كله جدا جدا جميل فراح نروح نصيح ذاك الشخص الاسطوري ونقول له انه احنا خلصنا لك كل شيء اوكي
فماكو مشكلة، احنا كملنا تقريبا كل شيء كلش تمام. هسه خلي اروح له اقول له انه انا خلصت، خلي اشوفه التصميم مالتي بلكي يعجبه، اكو احتمالية انا رح يعجبه. خرافي خبل كله من ايميرالد وشغلات وحبشكلات وموارد ما ادري شنو. هاي عمو ها شنو، خلصت كل شيء عمو؟ بس قل لي خلصت. ايه خلصت كل شيء. تعال شوف، تعال باع 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 باع. شوف 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 بالله. او من برا كله ايميرالد حلو، طيب من جوا شلون؟ بس قل لي شلون. والله الصراحه من جوا حلو، فكره اسطوريه يعني. يعني التنويع مال البلوكات مال الذهب والدايموند والايميرالد عطى شكل او جماليه جدا رهيبه. اوكي يلا هسه خلي اول مره نرجع للبيت حتى اقول لك شنو راح نعطيك. اوكي راح ينطينا هدي يا عمو. يلا يلا شباب خلينا نرجع للبيت مالتي. اوكي يلا يلا خلينا نشوف شنو راح ينطينا. اي عمو بس قل لي شنو راح تنطين. اكيد تعويذه، هاي التعويذه راح تحولك ان شاء الله الى ارنوب حقيقي. اوكي يلا افتح صندوق واخذها. يلا يلا تفضل افتح الصندوق واخذها. اوكي خلاص شكرا لك. يلا شباب جاهزين حتى نفتح هذا الصندوق ونشوف شنو داخله. يلا 3 2 1 اوكي ليتس جو. اوه بوشن تعويذة. يلا شربها. ايه اوكي شربناها حلو. طيب شنو صار؟ شوف شكلك شلون صاير رهيب والله. يلا شباب بنات جاهزين حتى نشوف شكلنا. يلا 3 2 1 بس قبل اشوفكم الشكل مالت يا شباب بنات، اللي اريدكم هسه تسوونه اللي الشغلات اللي اريدكم تسووها انه انا بما ان تعرفون اني حمدون، اريدكم هسه كلكم تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات. اوكي حتى شنو، حتى نشوف اشوفكم اني الشكل مالتي مثل ما جاي تشوفون. هذا هو زر اللايك وهذا هو زر الاشتراك وهذا هو زر تفعيل جرس الاشعارات. اوكي يلا 3 2 1 واو او ماي جاد شوفوا الشنب مالتي ما احلاه. والله كلش اسطوري. او ماي جاد دقيقه شوفوا الشكل مالتي شو صاير. شوفوا عيوني ما احلاهن. والله الصراحه ابوي من راح يشوفني، ابوي حميد من راح يشوفني اني زي كذا راح ينصدم من الشكل مالتي، يعني صرت ارنوب دايموند حقيقي. ايه ليتس جو.